اللي انت عايزه. نجم كبير برضو طبعا كنت ناصر واحد طبعًا. من النجوم اللي كانوا في الدوري محترف الالماني في المانيا في هانزا روستك الدوري المصري طبعا طبعا. الفقره الثانيه هيكون معانا نجم النادي الاهلي السابق الكابتن احمد صبيه، هنتكلم معاه في ملفات هامه جدا. واخيرا فقره الكره العالميه، يعني هيكون في كمان مباراه مهمه جدا يا امير الساعه 10 الا ربع هنتكلم عليها. ما اعتقدش ان حد هيتفرج عليك يا عمر، يعني ممكن لا الناس اللي بتحبنا تتفرج عليا ماتش هيضحك ربع ساعه. ماشي ابتدي اخبارنا يلا. يلا طبعا بكره ان شاء الله هيكون في مؤتمر صحفي للاعلان عن بطوله الاهلي الدبلوماسيه، وده هيكون ان شاء الله الصبح الساعه 1 بتوقيت القاهره. ان شاء الله هنكون موجودين معاكم على الهواء مباشره، سواء من هنا من الاستوديو او من نادي الاهلي بالجزيره. وهيكون معانا كلام كتير جدا، وهناخد طبعا البطوله دي مش حاجه جديده يا امير على النادي الاهلي. كل سنة بيكون في يعني كل سنه بيكون في بطوله بتكون في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، وبيكون فيها طبعا يعني بنتكلم من ان اسبانيا واستراليا والارجنتين وكازاخستان وفيتنام وسويسرا والهند وكوت ديفوار وايطاليا، كل دول هيكونوا موجودين بكره. ايضا هيشهد القرعه طبعا باشمهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه المنظمه للبطوله. وبعد كده طبعا هيكون في 21 سفاره زي ما احنا قلنا، القرعه هتتعمل على الهواء مباشره وهنشوف النتائج. ويعني نتمنى بقى ان هي ان شاء الله كالعاده تطلع بشكل ايجابي بشكل محترم. النادي الاهلي امين ليه دور وطني محترم جدا زي ما هو بيكون داخل مصر هو كمان خارج مصر، ودي رساله للعالم كله والوطن العربي يعرف ان دور النادي الاهلي في تنظيم البطولات الخاصه بالسفارات. ان شاء الله تكون حاجه مشرفه كالعاده ان شاء الله. هي ثالث سنه على التوالي.